كم مرة قلت اطفوا التليفون؟ كم مرة قلت اتركوا التليفون بالبيت؟ سبحان الله، قلنا لكم المؤمن من شأنه يقبل النصيحة، هذا تشويش، والتشويش قلنا يعني شيء غير مستحسن، لا سيما أننا نتكلم كثيرا في أمور العقيدة يا أحبابنا. فالله يبارك فيكم، يعني لا تشوشوا علينا ولا تشوشوا على أنفسكم حتى لا تقعوا في المحذور، وحتى لا يتغير الحال عما هو مراد من هذا المجلس. الله يبارك فيكم. الجاهل